الرئيس انتقلت لا متورطون في عائلتي ثوار 17 تشرين قالوا من اكثر من 300 يوم العكس انا بقول لك هيك صارت بعائلتي. انا بتحدى العالم كله باجهزه المخابرات تبعه بكل الوسائل اللي عنده انه يحدد انه حدا من عائلتي تورط. انا من هون بتحدى، انا بترك الرئاسي اذا حدا بيلقط عليه هالقد. هيدا قدام الشعب اللبناني كله، قدام الامريكان والفرنسويه والانجليز اللي بدك اياه والعرب كلهم.